مرحبا بكم مرة أخرى على القناة. اليوم سنتحدث حول المعالجة الآلية للغات الطبيعية من منظور لساني. يمكنكم كذلك أن تجدوا مجموعة من الدروس المتعلقة باللغة الإنجليزية واللغة العربية والعلوم التربية على القناة. بداية، عندما يحاول الإنسان مخاطبة الحيوان كما تشاهدون في الصورة، فإن الإنسان يقوم بإنتاج مجموعة متكاملة من المعاني عبر تنظيم الكلمات والعبارات، لكن الحيوان لا يستطيع أن يستوعب كل تلك المعلومات التي توجه له من طرف الإنسان. هذه المقارنة تحيلنا إلى مقارنة بين لغة الإنسان ولغة الحاسوب، حيث أن الحاسوب مثله مثل الحيوان، لا يستطيع فهم اللغة الطبيعية بالشكل الذي يتم إنتاجه من طرف الإنسان. لذلك سنحاول الحديث اليوم عن المعالجة الآلية للغات الطبيعية Natural Language Processing باللغة الإنجليزية. ويهدف هذا العرض اليوم إلى تقديم بعض المعلومات حول المعالجة الآلية للغات الطبيعية. فما هي المعالجة الآلية؟ What is Natural Language Processing؟ ونعني بها توطين آليات المعرفة التقنية في الحاسوب من أجل تيسير إدخال المعرفة واسترجاعها، ويمكن تلخيص هذا فيما يسمى بالذكاء الاصطناعي، الذي هو عبارة أو الذي هو علم تطوير الآلة لتحاكي الذكاء البشري. وتعتبر المعالجة الآلية بمثابة التطبيق الفعلي لتوجيهات اللسانيات الحاسوبية، ويمكن أن تهتم بالدراسة الداخلية للغات الطبيعية وفق إحداثيات ما تقره البرمجيات. الآن نحاول الحديث حول البرامج الحاسوبية. تعتبر البرامج الحاسوبية software، تعليمات instructions تخبر الحاسوب بما يجب فعله. ويتكون البرنامج الحاسوبي software من مجموعة كبيرة من البرامج programs والإجراءات procedures والروتينات المرتبطة بتشغيل نظام الكمبيوتر. ويمكن أن تلعب البرامج الحاسوبية دور مهم في نشر اللغة العربية بعيداً عن الأجندات التي تحول دون وصول اللغة لشريحة كبيرة من الناس عبر الأنترنت، لأن التعليمات والبيانات التي تعتمد عليها آلة في فهم اللغة الطبيعية وإنتاج نصوص سواء مكتوبة أو شفوية أو حتى صور ورسومات تنتج عن تكييف البرمجيات والتقنيات، الشيء الذي يسمح بابتكار تطبيقات للغة والتجارة أو الترجمة. عندما نتحدث عن كيفية معالجة الآلة للغة، فإننا نطرح مجموعة من التساؤلات. كيف يمكن الحاسوب أن يفهم اللغة التي ينتجها الإنسان، خاصة عندما نتحدث عن التعابير المسكوكة مثل هذا المثال الذي يظهر أمامكم: It's raining cats and dogs. عندما نقوم بترجمة باستعمال أي محرك من محركات الترجمة المتوفرة حاليا، نجد أنه يقدم لنا ترجمة مثل إنها تمطر قطة وكلابا. تعتبر هذه الترجمة ترجمة حرفية، لأن الترجمة التي يمكن أن نعتبرها مقبولة مثلا هي تمطر السماء بغزارة. نلاحظ هنا أن هناك مجموعة من الاختلافات بين الترجمة الآلية والترجمة التي يقدمها لنا الإنسان، لأن الإنسان هنا يعتمد على ترتيب الكلمات مثل ما تترتب في اللغة العربية. تمطر السماء بغزارة تبدأ الجملة الفعلية فعل ثم فاعل ثم مفعول به إلى غير ذلك. أما في اللغات
أجنبية مثل الفرنسية أو اللغة الإنجليزية فإنها تبدأ بالفاعل ثم الفعل ثم المفعول به. لذلك يعني هناك مجموعة من الإشكالات التي تواجه الآلة في محاولة إنتاج اللغة الطبيعية. الآن نتحول إلى بعض التقنيات المرتبطة بمعالجة الآلية للغات. واحدة من هذه التقنيات هي Text Recognition أو التعرف على النصوص، حيث أن هناك مجموعة من البرامج أو التطبيقات التي تقوم بالتعرف على اللغة من خلال سكان، يعني تقوم بمسح صورة ثم تحول المكتوب الموجود في الصورة إلى يعني نص مكتوب يمكن معالجته باستعمال ملف وورد أو غير ذلك. Text Recognition أو Optical Character Recognition يعتبر نظام يتم من خلاله استعمال تكنولوجيا للتعرف على نصوص مطبوعة أو مكتوبة بخط اليد من خلال تصويرها اعتمادا على الماسح الضوئي سكانر الذي يحول الصورة إلى نص مكتوب إلكترونيا على PDF أو وورد يمكن معالجته. ربما لا يستطيع هذا النظام حاليا التعرف على اللغة العربية لأنه لا يتوفر على تعليمات تسمح له بتحويل اللغة العربية من صور إلى نص مكتوب. نتحول إلى التقنية الثانية وهي Initiative Encoding Text TEI. هو نظام حاسوبي يستعمل منذ 1974 يقوم بتحويل النص اللغوي إلى شفرات رقمية يعتمد على مجموعة تعليمات تسمح للآلة بالتعرف على النص وتستعمله المكتبات والمتاحف ويستعمله المؤلفون والأفراد لتقديم قاعدة بيانات تسهل البحث والتعليم. يمكننا المرور إلى يعني تطبيق آخر ويتعلق بـ Sentiment Analysis، يعني محلل الأحاسيس أو محلل المشاعر، والذي يستعمل من أجل يعني متابعة آراء يعني الزبناء خاصة بعد تقديم خدمة معينة. يقدم الكثير من الزبناء مجموعة من التعابير التي يحاولون فيها نقل الأفكار التي يعني تم بناؤها انطلاقا من الخدمة التي تقدمت إليهم. مثلا هنا نجد هذه العبارة It is amazing to wait 2 hours to get new answers. من الجميل أن تنتظر يعني لمدة ساعتين لتحصل على جواب No أو لا. هذا يعتبر في التقييم الذي قام به الحاسوب أنه سلبي negative 78.4%. يعني هنا تمكن الحاسوب من التعرف على يعني الشعور الحقيقي أو الرسالة الحقيقية التي يريد الزبون أن يقدمها. وممكن هذا التطبيق أن يفيدنا في يعني تحليل كم هائل من المعلومات في ظرف ثواني أو دقائق قليلة جدا مقارنة مع ما هو إنساني. ويعتبر فهم اللغة الطبيعية أمر صعب على الآلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالرأي، فمعظم الناس يستعملون أساليب الاستعارة والسخرية للتعبير عن عدم الرضا عن خدمة معينة. لذلك يتم استعمال تحليل المشاعر عند محاولة تحليل أحاسيس الناس التي يعبرون عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة لمعرفة آراء الزبناء. ففي كثير من الحالات تكون معجب بمنتوج معين لكن لا تحب الخدمة التي يقدمها أصحاب المنتوج. ويمكن استعمال هذا التطبيق من أجل يعني تحليل يعني آراء الناس في مواضيع مختلفة وعبر مراحل مختلفة. هناك تطبيق آخر Text Extraction يستعمل من أجل استخراج الكلمات المهمة في نص معين أو كلمات المفتاح، كما ترون الشاشة هناك مثال قمنا ب يعني وضع نص معين داخل الخانة المخصصة للنص، ثم حصلنا على مجموعة من الكلمات التي تعتبر كلمات المفتاح في هذا النص. وهو كذلك يسهل العمل بالنسبة للباحثين والذين يريدون استخراج كلمات المفتاح.
اوتو كوركشن. اوتو كوركشن يعتبر نظام تصحيح الاخطاء تلقائي من البرامج الحيويه في عمليه استعمال القواعد اللغويه لتحسين كتابه الفرد او الافراد. بمعنى اخر، تقوم الاله بمساعده المتعلم على تطوير مهارات الكتابه. على سبيل المثال، هناك برنامج جرامرلي الذي يمكنه ان يقوم باكتشاف اخطاء نحويه واملائيه او بنيويه، ويمكن أن يعرض اقتراحات لصيغ لغوية أفضل سواء انطلاقا من شبكة الإنترنت أو على برامج مايكروسوفت أوفيس. هذه هي واجهة البرنامج، لكن يمكن يعني استعماله كذلك والإيميل. بالنسبة للترجمة الآلية Machine Translation، هو واحد من الأنظمة التي تستعمل في معالجة اللغات الطبيعية، لكن لا يزال يواجه صعوبات في فهم سياق الكلام كما تمت الإشارة إلي ذلك من قبل. مثلا لو طلب من الحاسوب ترجمة عبارة هذا الخبر أسفل صدري إلى اللغة الفرنسية، سيقدم لنا سيت نوفيل مابغازي لوكو، لكن الترجمة الأقرب إلى الصحة هي سيت نوفيل ماغوشوفي لوكو. ربما من كان يستعمل مترجم جوجل ترانسليتر سيدرك أنه تطور كثيرا مع مرور الوقت بسبب الكم الهائل من المعلومات والتعليمات التي تضاف إليه. Natural Language Processing أو المعالجة الآلية للغات تمكن إذن من توفير مجموعة من البرامج التي تساعد في جميع المجالات، مثل استطلاع الرأي بشكل سريع والتفاعل السريع مع أي نص لغوي مصور أو مكتوب. إليكم الآن بعض المراجع من أجل تعميق يعني النقاش في هذه الموضوعات التي تم طرحها. سنحاول يعني تعمق أكثر يعني وتقديم تفاصيل أكثر بخصوص الموضوع في حلقات قادمة إن شاء الله.